صورة الفنان السلاوي تثير ضجة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد أن أعلن الفنان السلاوي عن إسوارة مؤخرا، صرح أنها هدية من شخص عزيز عليه. تناقل المتابعين أخبار بأنه سابقا قمرت سألته عنها، وهو صرح أنها هدية اشتراها لنفسه، لكن الإسوارة التي سألته عنها قمرت ليست نفس الإسوارة التي أظهرها مؤخرا. فالتي سألته عنها قمر كانت إسوارة بالذهب، أما الإسوارة التي لمح أنها هدية من شخص عزيز عليه فهي إسوارة باللون الأسود. وهناك فئة من المتابعين يتوقعون أن الموضة ريانا هي من أهدته تلك الإسوارة. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ الإسوارة اللي بإيدك هدية ولا أنت شاريها؟ هاي؟ ما أعتقد في حدا بإيدي هيك شيء. لا أنا جايب هاي. أوكي. بس أنتوا هل أنت راضي عنا؟ هاي طلعتك.